بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم ازاي نفرق بين الصيغة الممتدة والصيغة التحليلية. يدينا عدد بالشكل ده ياتي. طبعا الشكل لما يكون بالوضع ده ياتي بنسمي العدد ده على الصورة القياسية. الصورة القياسية. طيب عايز اقرا العدد ده ياتي. العدد ده 75,346,524. الصيغة الممتدة بتاعته الأربعة موجودة في خانة الآحاد فبنكتبها 4، زائد الاتنين في خانة العشرات تبقى 20، زائد الخمسة في خانة المئات تبقى 500، زائد الستة في خانة الألوف تبقى 6000. متنساش الفاصلة. الأربعة موجودة في خانة عشرات الألوف يبقى قدامها 4 أرقام، يبقى 4 أصفار أهم أنتي. بعد كده التلاتة موجودة في خانة مئات الألوف تبقى نكتبها 3، ونكتب قدامها 5 أصفار عشان في 5 أرقام، 5 أصفار أهم دي، زائد الخمسة في خانة الملايين يبقى عبارة عن 5 مليون، نكتبها 5 وقدامها 6 أصفار، زائد السبعة في خانة عشرات الملايين تبقى 7 ونحط قدامها 7 أصفار. وكل 3 أرقام بنفصلهم زي كده. الصيغة التحليلية بنكتب العدد الرقم وبنكتب فيه الرقم كام، يعني مثلا نكتب 4 في موجود في خانة الآحاد يبقى 4 في 1، زائد الاتنين موجودة في خانة العشرات فبنقولها 2 في 10 عشان في خانة العشرات، زائد الخمسة موجودة في خانة المئات يبقى 5 في 100، حطها جوا قوس، زائد الستة في خانة الألوف يبقى 6 في 1000، زائد الأربعة في خانة عشرات الألوف تبقى 4 في 10,000 أهو أنت، زائد التلاتة في خانة مئات الألوف اللي هي 3 في 100,000، زائد الخمسة في خانة المليون يبقى 5 في 1 وقدامه 6 أصفار، زائد السبعة موجودة في خانة ايه، في خانة عشرات الملايين يبقى 7 في 10,000,000 اهو مدي. عايز تقرأ العدد 75,346,524. شكرا.